ورق أخضر مع مروان خالد. السلام عليكم. لو خيرت عزيزي بين أن تكون مع القاسطين أو مع المقسطين، فكن مع الفئة الثانية لتحظى بمحبة الله. فالمقسطون متقون عادلون، والقاسطون ظالمون جائرون. وإليك تعريف الفئتين في القرآن. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هؤلاء القاسطون. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين، هؤلاء المقسطون. أمر الله بالقسط ونهى عن القسط. أعيد: أمر الله بالقسط ونهى عن القسط. القسط بفتح القاف جور وظلم، والقسط بكسر القاف حق وعدل. يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل، وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار. والقسط بضم القاف عود طيب الرائحة، أو عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء. ولندلف معا إلى بعض التفاصيل في حديث حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه، أي الميزان. القسط هو الميزان، والذي ينخفض ويرتفع هو الموزون. وسمي الميزان قسطا لأنه بالميزان يقع العدل. وقيل المراد بالقسط الرزق، فالله تعالى يخفض رزق كل مخلوق أو يرفعه وعليه. فمعنى القسط في الحديث قد يكون الميزان أو العدل أو الرزق أو النصيب. ويصح أن يكون معنى القسط الشرائع والأحكام. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي ليعمل الناس بينهم بالعدل وفق شرع الله وأحكامه. ركزوا معي: القسط الحصة والنصيب، ومنه أخذت قسطا من الراحة، ومنه أيضا باع سلعته على أن يكون الثمن أقساطا. والاقتصاط الاقتسام، وتقسطنا الشيء بيننا، تقسمنا بالعدل وبالسوية. وتقول أيضا: قسط الشيء أي فرقه. إليكم هذا المعنى: القسطان الغبار، والتقسيط التقتير. نقول: قسطت العظام أي يبست من الهزال، وقسط الشيء جعله أجزاء، وقسط النفقة على عياله قترها. ونقول: قسط المؤونة جعلها أجزاء أيضا. ختاما أحبتي، أنصحكم جميعا أن تستحضروا في معاملاتكم قول ربنا سبحانه وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن القسطاس هو أضبط الموازين وأقومها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقسطين. وإلى لقاء آخر مع ورق أخضر. دمتم بخير، والسلام عليكم. ورق أخضر مع مروان خالد.